والاخبار بدايتها مع برنسيسه الهدف الاستاذه ريهام حمدي. يا ريهام منوره الدنيا. بنورك يا ابراهيم. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله زي الفل. الحمد لله وحشتنا جدا. انت اكتر والله. منوره الدنيا كلها. بنورك يا ابراهيم. اخبارك ايه؟ كله كويس؟ كله زي الفل الحمد لله. بدايه اخبارنا مع الاهلي ايه بقى؟ قبل 48 ساعه. مباراه مهمه. اقل من 48 ساعه. مباراه مهمه طبعا وفي تركيز وفي استعدادات كتير طبعا من قبل اللاعبين والجهاز الفني وحتى اداره النادي الاهلي كمان. يعني مباراه بطولة جديدة عايزين يبتدوا الموسم بيها طبعا علشان عندهم مسيرة طويلة وبطولات كتير قوي هيشاركوا فيها الموسم ده. يعني فممكن ناخد بقى أول حاجة كده من معسكر النادي الأهلي وهي المدير الفني مارسيل كولر طبعا واللاعبين. حصل طبعا كلام ما بين المدير الفني وما بين اللاعبين خلال الأيام اللي فاتت أو احنا بنتكلم على 48 ساعة الأخيرة تحديدا طبعا. يعني كان في كلام من المدير الفني مع اللاعبين بعد طبعا التتويج بالدوري خلال المباراة الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا وحالة النشوة بقى بالفوز والفرحة والحاجات دي. دايما بيكون في قلق من عدم تركيز اللاعبين وان اللعيبه تبتدي تخرج عن تركيزها طبعا بسبب الفوز والتتويج والكلام ده كله. لكن الحقيقه كان بدايه كلام المدير الفني مع اللاعبين ان هو مبسوط ان اللعيبه اصلا مركزه وان التتويج واللي بيحصل على السوشيال ميديا او التصريحات او كل حاجه موجوده حوالين اللاعبين مش مأثره عليهم وان هو شايف تركيزهم في الملعب وفي التدريبات كويس جدا واثنى على الموضوع ده مع اللاعبين خلال حديثه معاهم. يعني وان هو مبسوط من حاله التركيز اللي شايفها مع اللاعبين طبعا بجانب تحفيز المدير الفني للاعبين على حصد البطوله والتركيز خلال الايام اللي جايه طبعا قبل المباراه يوم الجمعه المقبله. ده باختصار شديد جدا اللي حصل ما بين المدير الفني وما بين اللاعبين. اللاعبين بقى نفسهم ما بينهم ما بين بعض. الغيابات مين اللي عارف انت عندك بص هو ما فيش غيابات طبعا غير كريم الدبيس خالد عبد الفتاح في نص الملعب كريم ندفت كمان ومصطفى مخلوف حارس المرمى جنب الشباب اللي موجوده طبعا في الفريق. لكن هو خد القائمه كلها او خد اللعيبه كلها معاه 23 لاعب اصطحبهم النهارده معاه قبل السفر فما فيش غيابات كتير قوي نقدر نقول ان هي مؤثره قوي باستثناء الباك الشمال طبعا ان ما فيش احتياطي ليه وده طبعا بيعوضه بعد كده هنتكلم فيه في الجزء الفني يعني او في الشق الفني. اعتقد ان بالنسبه لباك الشمال يحيى عطية الله خلاص يعني طبعا اكيد هو موجود ده اساسي خلاص ده ما فيش فيها كلام يعني ما فيهاش كلام وهو خلاص بقى رقم واحد في المركز ده دلوقتي. اشرف داري هيلعب؟ طب انت كده دخلتنا على حته وندخل على الجزء الفني طب تيجي نتكلم على الجزء الفني انا ما عنديش لا نمشي في لا نكمل انا مش هزعلك خالص نكمل طيب في الجزء الفني خلال ال 48 ساعه الاخيره المدير الفني جرب اشرف داري كتير جدا جنب رامي ربيع. رامي ربيع ده اساسي مفروغ منه خلاص هو ده مركزه هيفضل موجود فيه طبعا هو عمل اداء كبير قوي خلال المباريات الاخيره يعني فبالتالي ثبت مكانه. المركز الثاني ياسر ابراهيم واشرف داري الاثنين بيتنافسوا عليه في التقسيمات او في التدريبات الاخيره الاثنين شاركوا جنب رامي ربيع بس ياسر شارك بشكل اكتر شويه من اشرف داري. هل هو افصح عن مين اللي ممكن يلعب لحد اللحظه اللي احنا واقفين فيها دي؟ لسه ما افصحش بس الاثنين لعبوا جنب رامي وجرب الاثنين. بالمناسبه اللي انا عرفته من التدريبات او من اللي حصل خلال المباراه التدريبات الاخيره يعني ان هو معجب باشرف داري وان اشرف داري عمل اداء كويس جدا في التدريبات فبالتالي يعني اثبت وجوده شويه في التدريبين الاخيرين مع الفريق يعني. لكن هو جرب الاثنين رامي قصدي ياسر اخد اكتر شويه من اشرف داري لكن طبعا افصحوا عن التشكيل ده زي ما انت عارف هو بيخليه للاخر خالص فما تكلمش فيه. ده بالنسبه للدفاع يعني واللي بيؤرق ناس كتير جدا طبعا يعني خلال الايام اللي فاتت. مركز الباك اليمين اعتقد لسه برضو الاساسي هيكون فيه لحد اللحظه دي لو كولر ما حبش تغيير وكولر زي ما انت عارف راجل يعني تقليدي جدا ما بيحبش يجازف وما بيحبش يخاطر وما بيحبش يغير. وجهة نظري انا الشخصيه يعني لان لسه ما فيش معلومات اخيره عن التشكيل او الطريقه اللي هيلعب بيها المباراه ان هو مش هيغير كتير في التشكيل الاخير اللي كان بيلعب بيه ممكن يلعب بيه بالظبط ممكن يلعب بيه يعني بس دي وجهه نظر طبعا وتوقع مني مش رؤيه فنيه يعني من اللي حصل. عمر كمال بقى عمر كمال كان في ناس شايفه ان هو ممكن يلعب وينج طبعا بعد النقص العددي اللي موجود شويه في خط الهجوم بتاع النادي الاهلي وده بالفعل كان بيقوم بيه مارسيل كولر شويه في التدريبات بس الفتره اللي فاتت كان شويه بيلعبوا وينج شويه بيلعبوا باك شمال لكن اخر تدريبات تحديدا عمر كمال بيشارك فيها كباك.
تمام، هو ممكن يحتاجه بقى في الناحيتين دلوقتي. أيوة. باك يمين سواء مع هاني بعد استبعاد خالد عبد الفتاح من قائمة المباراة، وباك شمال طبعا كبديل ليحيى عطية الله في حالة ان هو احتاج ليه خلال الايه المباراة. ده بالنسبة للباك رايت والباك ليفت. يعني نص الملعب زي دلوقتي زي ما احنا ثابت، امام هيكون موجود جنب مروان بنسبه كبيره، اكرم هيكون معاهم جنب طبعا اوراقه الرابحه على الدكه قفشه السولية الناس الثانيه. يعني هو هيشتغل بنفس التشكيله تقريبا، بنفس التشكيله تقريبا، مش هيكون في تغييرات لحد دلوقتي، الا بقى لو فجاه لقيناه حب ان هو يغير وراح جاي حاطط عمر كمال هجوم او حاجه زي كده يعني في كوينج. لكن زي ما قلت لك هو في التدريبات الاخيره لا كان بيشارك كباك. في نقطه ثانيه كمان برضو هي نقطه طاهر محمد طاهر، عشان برضو اتقال ان هو كان بيشارك مهاجم مع كولر خلال الفترة الأخيرة، هو جربه كام تدريبة يعني الفترة الأخيرة ما بيلعبش كمهاجم. هو جربه كام تدريبة كده في الأول إن هو يحطه في مركز المهاجم، جربه في الماتش الودي لمباراة وادي دجلة كمان إن هو يلعب مهاجم في المباراة دي، لكن الفترة الأخيرة لا ما بيجربهوش كمهاجم صريح خلال التدريبات يعني. فدي الحاجات الفنية الأخيرة في 48 ساعة، فيش حاجات قوية قوي، متحفظ بيحب يخبي، مسافر ومتمرن كل تمريناته هنا على تمرينة واحدة بس هناك، يعني هو دايما بيحب داري جدا في الحاجات الفنية دي يعني. هل صفقات الأهلي انتهت إلى هذا الحد ولا لسه في كلام في الصفقات وممكن الأيام القادمة بعد ماتش السوبر تحديدا الأهلي يستقدم صفقة واسم جديد؟ بص اللي أنا عارفاه إن كولر كده كده يعني عنده طموح في الصفقات وعايز يعزز الفرقة، وإن الموضوع ما تقفلش معاه بالميركاتو الصيفي يعني هو واخد دعم بأن هو يكمل تدعيماته في الميركاتو الشتوي وتحديدا مركز الهجوم طبعا، يعني ده أكيد ومش هيتنازل عن الموضوع ده برضه، انا بس باكد النقطه دي كويس جدا يعني. في الوقت انت بتقولي دلوقتي رساله واضحه لكل جمهور الاهلي ان كولر مصمم على مركز المهاجم لسه هيتم تدعيمه، ولسه بقى في يناير في يناير طبعا. دلوقتي كمركز ان انت تجيب اجنبي، الموضوع ده كان واضح وصريح جدا من النادي الاهلي في البيان اللي طلع ان احنا خلاص المركز الاجنبي الخامس هنخليه ليناير، مش هنجيب حد دلوقتي. لو هنتكلم على اللعيبه المحليه فانا على حسب المعلومات اللي انا عرفتها في الفتره الاخيره ان كولر اللعيب الوحيد اللي عجبه شويه يعني كان بنوبي. هو اللعيب الوحيد اللي عجبه شويه وكان الى حد ما موافق، لو انتوا هتجيبوه انا ما عنديش مشكله. لكن غير كده في الصفقات المحليه لا ما فيش حاجه قوي. هل الأهلي بينتوي خلال الفترة اللي جاية إجراء أي تعديلات على الجهاز الفني؟ على إن دخول أي عنصر جديد، حد في كتدريب يخش مدرب مع كابتن سامي قمصان؟ ما عنديش معلومة، بس اللي أنا عارفة إن الجهاز لحد دلوقتي بالشكل اللي موجود عليه هو انضم بس محلل أداء، وده على فكرة بس عشان الناس كانت فاكرة إن هو انضم الفترة الأخيرة أو بعد الاجتماع اللي حصل، ده كان شغال قبل الاجتماع ده مع كولر أكتر من شهرين ونص أو ثلاثة. فاكر الخبر ده؟ أنا كنت جايباه معاك من فترة طويلة قوي والوقت الحلقة ما كفاش إن إحنا نقوله، لكن هو كان شغال بقاله فترة طويلة مع الفرقة قبل ما يتثبت عين بشكل رسمي من الإدارة في النادي الأهلي، يعني كان شغال أكتر من شهرين ونص مثلا يعني. لكن لحد دلوقتي لا مفيش أي حاجة قوي على تغييرات في الجهاز الفني. أنا سمعت